دكتور مجدي محمد عثمان مدير مركز أورام جنا. ايوه عايزين نعرف من حضرتك آخر التطورات بمركز الأورام وقبوله للحالات المترددين من أبناء قنا. واحنا الحمد لله جانا جهاز اشعه جاما، كاميرا جاما، والحمد لله جانا جهاز اشعه ثدي ماموجرام، وجانا جهاز سونار حديث، وجات نشأة مستلزمات العمليات، ترابيزات وكشافات، اسقف كشافات متحركه، وان شاء الله في الطريق لينا ان شاء الله اشعه مقطعيه واشعه مقطعيه بالمحاكي، وهنعمل ان شاء الله امتداد للمبنى 3000 متر. سيادة المحافظ عبد الحميد الدين هجان تكرم علينا بتخصيصهم لمركز أورام لعمل امتداد للمركز واستكمال باقي المنشآت. احنا بنقدم هنا خدمة علاج كيماوي وخدمة العلاج الجراحي لمرضى الأورام بالإضافة للتحاليل والأشعاعات المتاحة في المركز. طب المركز بيستقبل جميع الحالات ولا في حالات معينة فقط التي يتم استقبالها حاليا؟ المركز مفتوح لجميع حالات الأورام، واللي بيقيم الحالة مجموعة من الأطباء والاستشاريين بيجوا من أسيوط، من جامعة أسيوط وكلية طب سوهاج وكلية طب جنة، وبيقيموا الحالة وبيشوفوا مين اللي بيمشي علاج كيماوي ومين اللي محتاج جراحة. اللي محتاج جراحة بتتحول لاستشاري الجراحة المتعاقدين معاه هنا، ويقيم الحالة ويشوف هل إمكانيات المركز تسمح بعمل إجراء الجراحة داخل المركز ولا بنحولها لمركز أكثر تطورا وأكثر تقدما. وماذا عن إجراءات العلاج على نفقة الدولة؟ العيان بمجرد ما بيجي لو تشخص محتاج علاج كيماوي أو علاج إشعاعي بيبتدي علاجه مباشرة، علاج كيماوي داخل المركز، العلاج الإشعاعي بنظر لسه ما انتهيناش من تجهيز وحدة العلاج الإشعاعي فبيتحول للجامعة، جامعة جنوب الوادي. لكن بمجرد إن هو بيتشخص إنه محتاج علاج كيماوي بياخد جرعاته في أول يوم بيجي فيه بدون انتظار لقرار نفقة الدولة. أما لو الحالة تستدعي إجراء جراحة فللأسف بنضطر نستنى لغاية ما يصدر قراره، لأن الأسبوع مش هيأثر كتير في تقدم الحالة. طب هل تم استكمال الطاقم الطبي لمركز الأورام بكنا؟ إحنا استكملناه بالتعاقدات مع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط، وعملنا بروتوكول حاليا مع جامعة جنوب الوادي، وتعاقدنا مع مجموعة من الأطباء من جامعة أسيوط وسوهاج، وتعاقدات خارجية من التخصصات الغير موجودة في المركز. احنا بس بينقصنا، ودي مش عندنا احنا بس، دي على مستوى جميع المستشفيات وزارة الصحة، الكوادر البشرية بالنسبة للأطباء المقيمين والتخصصات بالذات في تخصص الأمراض.